له رؤية خاصة. فحط رؤيته من خلال تصوير هذا المسلسل اللي هو الجوارح. غرب لجأ للتغريب مشان يخرج عن الإطار اللي تساود فيه أعمال بنفس الطريقة مثل غدر الصحراء والبكاء وغيره. الاختلاف يعني. يعني بده يعمل جو جديد. فهو يتميز نجد أندور يعني هذا حق يقال بعين ذهبية راصدة للكوادر الفنية الجميلة. نعم. كنت متخوف أستاذ؟ كنت متخوف؟ لا لا لا. ولا كانت لا هو يعني كان مندفع يعني هو نجدت كان مندفع وقت أخذ لأنه كان التقيت أنا وياه بالأردن قال لي أنا لو سويت غدر الصحراء والبركان كنت عملتهم شيء ثاني. فأنا كنت متحمس لحتى يخوض التجربة يعني. فهو مثلا استعمل اللون الفسفوري ما كان موجود اللون الفسفوري. نعم. استعمل الشهب النارية. صحيح. خلى الأبطال يحطوا السيف بالظهر مثل الساموراي. حرق جثة شهاب اللي هو لعبه حاتم علي. نعم. المخرج وقتها كممثل حرقوا كما يحرق الهندوس موتاهم. نعم. فهذا التغريب اللي عمله وهي الكوادر اللي صنعها هي اللي ساهمت بإنجاح هذا العمل لأنه الجمهور شاف شيء جديد شيء مختلف عن اللي كان يشاهده. نعم. فله فضل في هذا نجدة أنزور أنه يعني صحيح الحكاية كانت قوية بهي الأعمال بس هو كانت عينه جذابة وكانت ساحرة واستخدم أدوات ولعب على فكرة أنه ما في زمان وما في مكان خصوصا في بالزبط. نصوصك رح نرجع إلى الكاتب هاني السعدي بعد قليل. إن أم رباح بشرتني بأني حامل. أنت تحملين ولدي في أعشائك. وإن كنت أحمل ابنتك؟ لا، أريده ولدا يا خولة، أريده ولدا كأبيه وجده. وإن كانت بنتا؟ لا تنظري بالشؤم يا امرأة، أعرف أنه ولد. إياك أن تراقي نفسك. منذ الآن ستقيم بثينة معك ولن تفارقك. لن تفارقني؟ أعني أنها ستقوم بكل الأعباء عنك إلا فيما يخص خدمتك. خدمتي أقوم بها بنفسي، المهم ألا تراقي نفسك. بعد نجاح مسلسل الجوارح هل أنت كنت مع فكرة الأجزاء أو المتتاليات اللي صارت؟ ما كانت مطروحة هي فكرة الجزء ما كان مطروح يعني بس أنا بشكل أو بآخر وقت أنهيت الجوارح تركته مفتوح تركت نهاية مفتوحة نهاية مفتوحة فطلبوا مني كتابة جزء ثاني خصوصا أنه نجح يعني أيوة كتبت الكواسر طبعا القصة مختلفة تماما يعني صحيح أنا استخدمت بعض الشخصيات من الجزء من الجوارح ولكن القصة في واد آخر عن الجوارح والبواسل مختلف والبواسل أيضا كمان تتمة نعم منفصلة يعني كل مسلسل في له حكايته الخاصة يعني ما له علاقة بالأجزاء ما نعم. في ما بيحكم الأجزاء إلا الشخصيات بعض الشخصيات مثل ابن الوهاج والباشق مثلا نعم. على سبيل المثال وما تبقى كلها شخصيات جديدة و استاذ شو اللي خلى الجوارح ينجح كجزء أول أكثر من غيره من الكواسر والبواسل في نظرك جماهيريا يعني لأنه كان لأول مرة يطرح هيك موضوع على الشاشة الصغيرة شي جديد تماما بس أنا مو معك بأنه الجوارح أفضل من الكواسر أنا بعتبر الكواسر عمل كمان لا قصدى كبير جدا نعم هو نجح ايه بس يمكن ايه الجوارح مثل بس ما قلت الجوارح لأنه يمكن كان لأنه أول عمل كان بالنسبة للناس شدتهم هذه المناظر اللي عم تطلع والقصة والشخصيات ونجح والحمد لله يعني. نعم طبعا انتقلت إلى الموت القادم إلى الشرق وأيضا الفوارس أيوة نعم ليش حبيت أنك يعني تنهج هذا النهج خصوصا التاريخي أنا شفت يعني بهذيك الفترة أنه الناس حبوا هذا النوع من الأعمال
وانا بحب الحكايه يعني. يعني بحب الحكايه وبحب اتحرر من الزمان والمكان يعني. ما بحب اتقيد بتاريخ محدد، لانه انت اذا بدك توثقي مرحله بدك تتعبي وبدك تلاقي، والرقابه احيانا بيكون لها رأي في إحدى الشخصيات التاريخية يعني. يعني بغيت أقول لك، هل هو شكل من أشكال الهروب يعني واللجوء إلى الإسقاط السياسي؟ إلى حد ما فيه هيك شيء يعني، إلى حد ما فيه هيك شيء، بس كان هاجسي هو حب الحكاية يعني. الهاجس الأول اللي دفعني للاستمرار حب الناس لهالأعمال ومتابعته بالنسبة للناس. بعدين حسيت أنا بوقت من الأوقات إنه لازم أوقف عن هذا اللون. نعم. وارجع للاعمال الاجتماعيه. قبل ما نروح للاجتماعي، يمكن اخر عمل كان لك اخر الفرسان، مسلسل اخر الفرسان، وايضا كان اخر تعامل لك مع المخرج نجدة انزور. وقلت عن هذا العمل ان هذا العمل لم يلقى النجاح او يعني كما يجب، ولانه حذف منك الكثير يعني. وصار في خلاف بينك وحتى في الصحافه يعني موجود وجهات النظر اللي طرحت في تلك الفتره، واختلفت مع المخرج نجدة انزور وقلت انه هو حذف كثير من المشاهد وانه ما احترم النص وكان يعني يركز على اللعبه البصريه اكثر. لا، مو يركز على اللعبه البصريه، لانه هو حتى يعني نجدة بيفهم بالدراما. يعني بيفهم بالدراما يعني. بس انا بقول لك انه هو باخر الفرسان وقع في ازمه. يعني هو ليش حذف بالبواسل وباخر الفرسان؟ ضيق الوقت سرقه، وكان يجب أن يوجد هذا العمل ويعرض في رمضان. بس أنت حضرتك ذكرت أنه كان بعد عندكم مشكلة عدم توفر المال الكافي في تلك الفترة. إيه، هو يعني بدي أقول لك أنه هو نقص المال ونقص الوقت، فاضطر أنه يقص يعني. هلأ أنا البواسل ما زعلت عليه مثل ما زعلت على آخر الفرسان، لأنه آخر الفرسان أول شيء العمل من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نعم. اثنين، سمو الشيخ كان مطلع على العمل وبيعرف ابعاده، وكانوا راصدين لميزانيه واستدعانا للندن ورحنا قعدنا معه، قعدت معه وحكينا عن العمل وحكينا عن الاشعار، فكان بصوره العمل. فانا يعني ما شكيت ولا للحظه واحده انه نجدة انزور سيجرؤ على ان يقص من هذا العمل. عرفتي كيف؟ والا ما كنت اشتغلته انا يعني، ما كنت خليت نجدة انزور يساويه. حسيت انه هو يعني لازم ينفذوا للعمل، متفقين عليه ومنتهيين، وقع بازمه ماديه. نعم. فكيف بده يخلص العمل؟ اضطر يقصقص وقص